طيب خلونا نروح لتفاصيل خطة تطوير عواصم المحافظات واللي بتشمل 13 محافظة. لازم المحافظات تتطور، لازم أو بالأدق عواصمها. طيب ليه العواصم بالتحديد يا عم يوسف؟ عشان دي الواجهة بتاعة المحافظة بتاعتي. طيب هل ده ممكن يكون في أي ارتباط ما بينه وما بين السياحة؟ أيوة، مش بس السياحة الداخلية. خد بالك مصر عندها المقومات اللي تخلي 27 محافظة 27 مقصد سياحي رئيسي. كل محافظة فيها هتلاقيها متاحفها، وهتلاقي فيها آثارها القديمة، ما بين آثار من مصر القديمة، وآثار إغريقية، وآثار رومانية، وآثار من العهد الإسلامي والعصور الإسلامية المختلفة والمتعاقبة، حضارات كثيرة موجودة داخل هذا الوطن العظيم بحضارته الواحدة. طيب، في هناك رجل رائع مسؤول عن هذا التطوير، المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، يحدثنا حول خطة التطوير بتاعة عواصم المحافظات اللي بتشمل دلوقتي 13 عاصمة في 13 محافظة. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا مساء الخير، صحتك طيبين؟ إزاي الصحة؟ كل سنة وحضرتك طيب، كله تمام؟ حضرتك والله الحمد لله كله تمام. أخبار خطة التطوير إيه يا فندم؟ خطة التطوير زي ما حضرتك قلت دلوقتي ان هي يعني حاليا الخطه العاجله في 13 محافظه، يمكن كان اجتماعنا مع دوله الرئيس اول امبارح بنناقش فيه تطوير ال 13 محافظه او الموقف التنفيذي ليهم، لكن الخطه اساسا شامله 27 محافظه ب 500,000 وحده. حلو. بنتكلم ان هم 108,000 دلوقتي في ال 13 محافظه بتكلفه حوالي 120 مليار جنيه. الخطه كلها ممكن ندخل لها في 500 مليار جنيه، فاحنا دلوقتي شغالين في العاجله، يمكن وصلنا 54% متوسط تنفيذ المشروع في 8 شهور فقط. حلو. 108,000 وحده دخلنا ونزلنا في الحمله الدعائيه في رمضان اللي فات، ونزلنا احنا عندنا منزلين الاسم بتاع مشروعات نضاره. بنبدا دلوقتي الحمد لله المرحله التسويقيه للمشروع بتاعنا، في من ضمن المشروع برضو الفتح محاور او بدائل للاهالي. يعني المشروع شامل من كل حاجه، وفي مشروعات خدميه ازاي نقدر نقدم خدمات للمناطق اللي فيها عجز في الخدمات، سواء صحيه او تعليميه او ثقافيه او رياضيه. بنحاول نشوف ايه العجز فين، هل في السكني، هل في الخدمي، هل في الصحي، هل في التعليمي. كل الحاجات دي بندرسها الاول قبل ما ندخل في اي مشروع، بنطبق اللي هي مبادره سياده الرئيس اللي هي تطوير عاصمة المحافظات والمدن. عظيم جدا. طيب باشمهندس خالد، يعني دلوقتي لما الاقي انه مثلا النهارده كان في خبر لطيف متعلق بانخفاض اسعار الحديد والاسمنت، ده من شانه انه يشجع اكتر على تسريع هذا البرنامج، انه المخصصات الماليه بتاعتي كانت موجوده فعملت مثلا دراسه الجدوى بتاعتي والدراسات على انه الدراسات الانشائيه بتاعتي على انه مثلا ده احنا هنقدر في المرحله دي نخلص مثلا 100,000 وحده، بالانخفاض ده اقدر اعلي نسبه المنجز، مش كده؟ والله اصل احنا دارسين الاول النسبه والاعمال على الاسعار القديمه. أوكي. حتى لما اختلفت الاسعار عندنا المناوره برضه، احنا عندنا المناوره، عندنا طبعا لما بنيجي نتكلم على اي مشروع بيبقى عندنا خطط احتياطيه للتنفيذ، عندنا مصادر احتياطيه للتمويل. حلو. كل الحاجات دي بتبقى مدروسه الاول، احنا ما فيش حاجه بنعملها الا مدرسه، زي ما عودنا الناس كده لما كنا بنعمل تطوير عشوائيات، ادينا سقف للناس، قلنا ان احنا ان شاء الله بنهايه 2020 هنكون قضينا على العشوائيات. ماذا بعد؟ عشان كده طورنا نفسنا وبنينا صندوق التنميه الحضريه، فخطتنا مرسومه حتى لما حصل ازمه كورونا وحصل كل ازمات الحرب دي، حصل مناوره بكل الاحتياجات مع مناوره المتاحات لينا سواء مادي او زمني او كل الحاجات اللي هي معوقات كانت بتقابلنا. لا كان عندنا مناوره، زودنا عدد الساعات مثلا او الورديات، زودنا عدد العمال او زودنا الميكنه، كل الحاجات دي نورنا بيها عشان نقدر نخش جوه السقف الزمني بتاعنا، عشان ما عندناش رفاهيه الوقت خلاص. احنا بنتكلم ان احنا عندنا خطط لازم التوقيتات لتنفيذها، ولازم يكون في انجازات، وعندنا رؤيه 2030 لازم نوصل 2030 والسقف ده احنا واصلين له. فكل دي رؤيه وخطه مرسومه في سكادول احنا دارسينه كويس قوي قوي قوي، ودارسين كمان الاحتياطي. ما فيش حاجه اسمها ان احنا نقدر نخش اي معركه من غير ما يكون معانا احتياط. اي كلمه أي لازم كده، لازم نجاح اي معركه تكون معانا الاحتياطات بتاعتنا اللي احنا نقدر نشتغل عليها، عشان احنا الحمد لله لما بتقابلنا اي مشكله عندنا البدائل وعندنا بلان بي اللي بنشتغل عليه على طول. صحيح. انا بشكرك جدا يا باشمهندس، كل الشكر لحضرتك، مهندس خالد صديق، رئيس مجلس اداره صندوق التنميه الحضريه.